ما كانش دخل عندهم كيما يقولوا هما في لونغ مانجمون على حسب النفايات على حسب باش تدخل شركه. دابا قالك حاليا غادي تدخل شركه اخرى جديده ديال النفايات هي يمكن عوض اكادا غادي تعوض هاد الشركه اكادا كانت تدخل شركه اخرى ولا غتبقى شركه اكادا. حنا ما عندنا غير حنا اللي غادي يخدمنا هو ديالنا ما عندنا حتى شي مشكل. قالك اسيدي وغادي تولي منطقه بحال بحال ناضر غادي تفرقوا الطرويات على الدروبه الى غير ذلك. حنا غادي نتعاونوا معاهم من الجهه ديالنا حنا غادي نقوموا بتوعيه الساكنه اللي خدو عليها حنا غادي نديروها واللي هما غادي يديروها عاوتاني كذلك. حنا الى والو غادي نتفاهموا معاهم على الساكنه ان غادي نجلسوا معاه وعاد ذاك الساعه غادي نهجوا كل حيز زمني باش تبدا العمل. لان علاش الحيز الزمني تيلعب واحد الدور مهم يعني بحال ذاك التربوحيين كان شي حاجه تبارك الله ما كانش غادي يبقى الكلمه الساكنه ما كتبقاش الكلمه الاجتماعيه الكلمه الاجتماعيه في هذه الحاله كتنتهي كتولي كلمة الساكنة. نعم. اللي ذاتها الساكنة حنا اللي قابلينها. نعم. كنظن كفكرة من عندي والله أعلم. يا هو رأيك. واه. جمعية المستقبل الجميل غادي تكلم باسم الساكنة، لكن إلا انتظرنا الوعود الكاذبة اللي حنايا ملي تزادينا وحنايا كنتسناو ذوك الوعود راه مازال ما تحققتش. وخير مثال والميساج غادي يوصل. حي ونايت بوتي بن فوقاني واش كانوا غادي بالسلميه؟ لا بل الساكنه كلها راجل مراه دري صغير كيهضر وباسم الجمعيه والساكنه كامله كتهضر لمده عام وشهرين جابوا مطالب. الا حنا سيرينا بهاد السلميه ونستناو الوعود ونستناو سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس راه غادي تشرف وتولد الاولاد والمطموره مازال معمر. كسر هنا يعني الصندوق يخوى اخوي زعزر ورخي فريو كشاد اخوي يخوى الصندوق اي ني الشيخ بيد غني دار ابري دني لا وضع الحال دني دا العبس شويه متفوي بكبري دني دا مزي غير شي ثار ون غير مزيد شويه نقوال غير غطس انت الزريوي 4 كيلومتر 5 كيلومتر مساكين حرام يروح حرام هاي غاز كغاز سونس باش يدير السوج ديال خمسه ديال الحريقه على حسب الوقت يلقى الوزير الجديد. ثانيا نشين يوز سبعة الوزارة دي سيدا غنرة سبعة الوزارة مين وحالين في البطالة تو غادي يبدا الغاز شي حاجة نبهي بلادي بارا تراسن روح كسنا سن نبهي مني الزونة سن الزيتون صافي واحد كيمشى هاني ناخذ البطالة. ثانيا خص عندي شي 300 مع 400 مليون خص عندي لي ستشن وين جيتهم البحر ندار ما شتا صوات المساكين وسيدا ثانية ثالثة ياش غادي ثالثة نشين ثاني تمر بلا غاتغيسن برمي غا غدا يوض نداريتا ها وضابي عماس 2070 وضابي عماس نجذبو مي عقلو نهار هادي مشى نهار هادي مشى نهار غنغدا نتا يا ربعة النوابي غنغدا غنغدا يا بارشام غنغدا نتا رئيس مجلس البلدي سي سليمان حليش غنغدا نتا المنصوري ونغني نهلا ما دي داريتي غاسع ديسي وجاريت نهلا ماني داري ونلقى ودي المجتمع يتجمع غنغدا يا ربعة شو ماري غنغدا شي داريتا كاش مارس سي نوض الصوان سن دريتا مارا ديال لاي حد نسن سؤال جمعية المستقبل الجميل ولا جمعية ديال الحي الاخرى حنا هذا الموضوع ما كنخدموش عليه احنا كاع الجمعية كيخدموا عليها وحنا ما غاديش نسيبو في الهضره اللي كيقول كما قال الاخ غادي يتبنى غادي وعود ولا شي حاجه حنا كيف غادي نبقاو متابعينا وفي اقرب الاجل كان شي حاجه تبارك الله حنا نكونوا واحد اللقاء مع السيد العامل نروح حتى لخا باسي العامي نقصد الحلقه في الخارج الحاج ان شاء الله نروح حتى لخا باسي العامي حنا غادي نوصلوا للمعاهد ديال السكينه المعاهد ديال السكينه ان شاء الله الرحمن الرحيم غاتوصل وما غاتوقفش هذا الحد هاد الناس داروا لنا الواد الحار ولا يا هاد الشيء الوحدين قال سي ولي قبل ذا الواد الحار الشيء داريته وعلاش خو وكينا خصي يدفن يعني للدراسه الجهتي خصها الدراسه الجهتي وباش ديري نيني غنبقى الجهتي الحل غنلقي تجا النهار وباش انا اروض في جن اجن ولاد المعقول القى الجمعية تودي والدوال وباش اديني الفرحة باش بقى سوا فريشة الجمعية النهار تعطي والدوال دوسي عاد حق شتاف فان شواغ اكثر بي وفرد اكثر بي ولد الحار اكثر بي يدفاو اكثر بي وبريد اوالو هذا حضر إدارة يقرا شوا قمر بدراسة قمو دراسة موجود يقاش فرس والو ولكن ترى المجلس البلدي قاد الرئيس المجلس البلدي مشين دي الدستور يقرا الخبلوية حق ديالنا غادي غنخير الفاو دوبري الوطحة المدرسة نخ مدرسة قاشين وانا فيش نحيش سلا
والو قدام جيده والو اي شي حاجه نشتينا مكبوه ديال الجيده نشتينا حتى هو الغرققات والو بسم الله المبارك من دار غنغزينا فرد الخوزي بقى جمعنا نغزينا فرد صبالا الا اش غادي الشركه قوينا ديك الشركه نوني بو باش تيسير ابيض داتيزيا فرادني وخو قوا التونسي خلق الدين دواليج نهار السكينه وباش تطول وباش نيني اكد 100% خصنا نفوز المسيرة فهمت؟ نشتين نشتين نهار ما يمال فوز فوز كسكينة ماشي سفوضة ماشي سويلة لا فهمت؟ نشتين نهار قارش خام ويند نشتين قام قد دراسة مليار و 700 إذا نيتا إن الشد خدير سايلو البلدية واش قلب دراسة نسنتا دي البلدية وتسقفيش أصل والو واش تعدو الشركة وين هذا؟ إلا عطيناهم غنعطيو لهم جوج سيمانات إلا عطيناهم نعطيهم جوج سيمانات جوج سيمانات باش تخش دراسة هو قال لك تعدو دراسة نعطيو له كاع سيمانة جوج ولكن جوج سيمانات كتبقى كلمة ديال السكينة السكينة هي اللي خلصت خرج تناضل من أجل تحقيق المطالب ديالها اما الجمعيه الاخوان اما الاخوان الجمعيه بحثت عن دبات ديك الجمعيه شحال فيها ديال الاعضاء الجمعيه فيها 9 ديال الاعضاء 9 ديال الاعضاء ما غايمكنش يجيبوا الحق وسبع ديال الصدار كما قال السي رشيد شوف شحال فيها ديال السكينه واش كاين سكينه ولا الزرافه ولا شحال راه ما يمكنش 9 الناس غايجيبوا ولكن حنا شنو كنديروا حنا غير صله وصل ما بين السكينه وما بين الجهات المخصصه هاد الجهات المختصه سيدي عاود باش غادي نمشيو عندها مثلا الناس كاملين حنا كنساهموا عليهم الجمهوريه غادي نمشيو عندها 9 ديال الناس تحقق المطالب تبارك الله ما تحققش المطالب ديال السكينه فكما قلت لكم في الاول كتبقى الكلمه السكينه سي سليمان حوليش غادي يعيط لكم بالمرتوع ديال بريفي ماشي ديال الخدمه اش باغي سليمان يولي قال ثمن بالله وديروا جوج وقفات يوليو هما يطلبوا منكم يجلسوا معكم ماشي نتوما تطلبوا تجلسوا معاهم شكرا واحد العام والعصر ان شاء الله السمعه هذه السمعه والعصر ان شاء الله الاخوان اليد وحده راه ما كتصفقش والله تجمع اليدين ديالكم كاملين غادي تصفقهم كاملين في العماله وفي البلديه انا كنقول لكم هذا الشيء لحقاش انا صغير وكاينين الناس اللي عاشوا هنايا بزاف في هذا الحي مازال ما لقاو شي تجديدات ولا شي حاجه جديده بغينا تكون شي حاجه بغينا هذاك البور ديالي اللي كيديروا مع الفريق ديال الصغار حتى حنا نفرحوا به هنايا جيبوا لنا غير ماشي يا فايت باش نقول لك هذا اللي انا كنقول لك هذا هو السيستم بداني قال نحلي اخذ هويم وتستوي موالو جاو من الناس بعدنا الاخوان قال قال لك صافي ثين ثين راك نتسكن ديال وغا تعرفهم اذا الحل نغمي يعني تنم هو من هو ايوا ماشي من هو ايوا من هو قال هاد الشمعه الزج شي مصدر انا هو يما راسات تخسر السلام عليكم ورحمه الله المسؤول ديال الجهه ونشوفوا شنو غادي يقول لنا واش هذا المشكل قائم في الجهه كذا ولا غير هنا في المجلس البلدي اذا كان غير هنا في المجلس البلدي خصو يحلوا لنا المشكل اذا ما بغوش يحلوا لنا المشكل واسبوع الجاي كما قالوا الاخوان نديروا واحد الوقفه امام بلديه الناظور او حنا غادي نفكروا الجهه اللي غادي تفعلنا اكثر اذا كنشكركم على هذا اللقاء اللي كنعتبروه لقاء ناجح 100% وشكرا والان غادي كما بديناها باعياد بينات من الذكر الحكيم غادي نختموها